نحن سعداء وممتنون جدا لزيارة الممثل المقيم لليونيسف إلى محافظة تعز، وأيضا إلى زيارة ثلاثة المشاريع المدعومة عبر منظمة اليونيسف، اللي هي من المشاريع التي كانت تمثل أولوية بالنسبة لمدينة تعز. أهمية هذه المشاريع تتمثل أو ممكن أنه التعبير عنها بعدد المستفيدين من هذه المشاريع، حيث يصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع إلى أكثر من 300,000 نسمة. حيث أنه على سبيل المثال أنه أحد المشاريع اللي سيتم افتتاحها اليوم مشروع ربط بئري الدرة والسواني إلى خزانة المؤسسة. الخزانة التي في المؤسسة تمثل المركز الرئيسي لتوزيع المياه على كافة أجزاء المدينة هذه، ولكون خزانات التجميع الرئيسية في المؤسسة هي المركز الرئيسي لتوزيع المياه على كافة أجزاء مدينة تعز. هذه الخزانات كانت تستمد في المياه من منطقة الحمى ومنطقة حبير والحوقلة. هذه الحقول متوقفة منذ 8 سنوات حتى يومنا هذا، لا يوجد فيها مياه لكي نتمكن من توزيع المياه إلى داخل المدينة. بفضل مثل هذا المشروع سنتمكن من إيصال المياه إلى الخزانات الرئيسية ومنها إلى كافة المستفيدين داخل مدينة تعز. لذلك لا يسعنا إلا نقول شكرا جزيلا للأخوة في منظمة اليونيسف وعلى دعمهم منقطع النظر. الافتتاح هذا والتدشين للمشاريع التالية سيعمل دفعة وسيعطي دفعة للمؤسسة لاستعادة خدماتها، بالإضافة إلى يعني تغطية المناطق المحرومة من المياه ومعالجة المناطق المتضررة من الصرف الصحي والقضاء على الأمراض وقلة الديزل. سيربك المشهد، ولكن نأمل من الجميع التعاون والتضافر لتوفير الديزل بقدر الإمكان من السلطة المحلية والمنظمات الدولية.